افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فعاليات ورشة القدرة الانتاجية للمكامن الغير تقليدية في الشرق الأوسط، الذي يستمر على مدى يومين بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء والمهتمين في مجال النفط والغاز من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة مختلف التحديات التقنية في بيئة العمل. وقد رحب معالي الوزير بالوفد المشارك متمنيا لهم الاستفادة من الأوراق العلمية والعملية المطروحة في الورش والاطلاع على أفضل الممارسات الفنية المتعلقة باستكشاف وتكرير وإنتاج المواد النفطية والغازية والتكنولوجيا ذات العلاقة، بما يعود على رفع مستوى الاستراتيجيات للتطوير والتحسين، متمنا عاليا الجهود المبذولة من قبل جمعية مهندسي البترول في استحضار وتصميم البرامج والفعاليات النفطية المستدامة التي من شأنها أن تعمل على تعزيز استراتيجية النهوض بالقطاع النفطي. وأكد معالي الشيخ محمد بن خليفة حرص حكومة البحرين على تقديم أفضل صور الدعم لمثل هذه الفعاليات المتخصصة التي تساهم في دعم المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية وإرساء منظومة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشاركة في بناء القدرات والمهارات والمساهمة في رفع كفاءة العنصر البشري لتعزيز التنمية المستدامة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وقد شارك في هذا الحدث المهم ما يربع عن 150 مشارك من مختلف دول العالم، حيث اشتملت الورش على 14 حلقة نقاشية متخصصة وأكثر من 60 ورقة عمل.